مرحبا بكم معايا من جديد. كنتمنى انكم تكونوا كلكم بالف خير وصحه جيده. اليوم ان شاء الله غنقترح عليكم مملحه عاشوراء قريشلات رائعين وسهلين، ايضا كيجيو روعه جدا في المذاق. اذا بالنسبه للمكونات غنحتاجوا كما كتشوفوا معايا هنا، غنحتاج الى نصف كيلو من الدقيق الابيض ديال الفورس، خماره واحده للحلويات بوزن 7 غرام، غنحتاج ايضا نصف كوب من سكر سنيده، ايضا القليل من زيت الزيتون، غنحتاج بيضتين، 100 غرام من الزبده، من الافضل انها تكون الزبده العاديه كتعطي مذاق رائع في القريشلات احسن من المارغرين. عندي ايضا جوج فرماجات مثلتين، يمكن لكم تستعملوا اي نوع من الجبن، ايضا قبصه من الملح وكذلك قبصه من الفلفل الاسود. اذا هادو هما المكونات او المقادير ديال هاد المملحات هادو. اذا بقاو معايا باش نمروا ان شاء الله للطريقه ديال هاد الطريقه ديال العجينه ان شاء الله. اذا البنات بالنسبه للطريقه كما كتشوفوا معايا هنا في واحد الاناء، غنوضع اولا جوج بيضات، غنضيف كذلك نصف كوب من سكر سنيده، انا ما عمرتوش، يمكن لكم تزيدوا اولا تنقصوا على حسب الذوق ديالكم. انا هنا استعملت سكر البني، غندير كميه فقط قليله ديال سكر سنيده، غنضيف ايضا الزبده، وغنضيف كذلك الجبن المثلث، يعني كما كتشوفوا معايا هنا. غنخلط هاد المكونات مزيان ومن بعد غنخدمهم بيدي، حتى يتجانس ليا البيض مع الزبده وكذلك سكر سنيده وكذلك مع الجبن. انا غنخدم هاد المكونات بيدي مزيان حتى يتجانسوا ليا، ومن بعد غنضيف الدقيق وكذلك كميه من الفلفل الاسود، كميه قليله فقط غير باش نسمو. اذا انا غنخدم هاد المكونات هادو جيدا، ومن بعد غنضيف الدقيق كما قلت لكم. المهم كتخدموا هاد المكونات جيدا حتى تحصلوا على شكل كريم. اذا بعد ما خلطت هاد المكونات جيدا، انا غنضيف هنا قليل فقط من الملح، كما تشوفوا معايا هنا غنضيف فقط شويه، والقليل من الفلفل الاسود، نزل شويه. وبالنسبه لزيت الزيتون غنضيف ما يعادل تقريبا ملعقه كبيره من زيت الزيتون، ما عمرش صافي. ومن بعد كنضيف الدقيق بالتدريج، غنضيف الدقيق نصف كيلو، وبالنسبة لخميرة الحلويات غنضيفو خمارة واحدة بوزن 7 غرام، غنبدا نجمع في هاد المكونات هادو، نخلط العجينه ديالي حتى تجمع ليا مزيان. صافي غنستمر هكايا حتى نحصل على العجينه ديالي تجمعات ليا مزيان وانسجمت ليا.
وما تكونش قاصحه بزاف وما تكونش عاوتاني رطبه بزاف باش تجيكم سهله في الخدمه. وبالنسبه لما نسيت ما ذكرتوش في هذا في المقادير، فغديروا نصف كاس تقريبا الكميه اللي غتكفيكم. غتشوفوا معايا هنا شحال من الكميه غتكفيني، ما بغاش يكون كاس عامر، تقريبا نصف ديال الكاس او الربع. المهم غير الا خاصكم لما جمعتش لي الزبده والبيض هاد الدقيق هذا، فغيخصكم تزيدوا شويه ديال الماء ماشي بزاف حتى تحصلوا على العجينه اللي بغيتو. اذا البنات بعد ما كنجمع العجينه ديالي كما كتشوفوا معايا هنا كجات على هذا الشكل هذا. فبالنسبه للماء ما كفانيش كاس عامر، فالربع ديال الكاس هو اللي احتاجيت مازال في الماء. دونك تخرج لي عجينه بحال هكايا، كنقسمها على ثلاثه، كل طرف غنسمو بمنسم. عندي هنا غنحتاج غنسم بالزعتر مطحون، ايضا النافع، كذلك الزنجلان. دونك هادو هما ثلاثه المكونات اللي غنسم بهم العجينه ديالي. بالنسبه للعجينه الاولى انا غنوضع قليل من الزعتر، ما غاديش نعجن، فقط غنجمع هاد العجينه هادي. تنسجم ليا ونخليها هاد الزعتر هذا. دونك كما تشوفوا هادي نسمتها بالزعتر، غناخذ الاخرى وغنسمها بالنافع. فبالنسبه للنسمه كتبقى على حسب الاختيار والذوق ديالكم بطبيعه الحال. المهم كتعجنوهم هكايا كتشوفوا هاد العجينه حتى يبان لكم هاد الشيء باين فيه ديال النافع والزعتر. هكايا على هذا الشكل هذا. ومن بعد العجينه الاخرى، بالنسبه لهاد العجينه هذه غنطلقها ومن بعد غندهنها. عندي هنا كريم كراميل اللي ذوبته، غندهن به الوجه ديال العجينه ومن بعد غنزين بالزنجلان. بقاو معايا باش تشوفوا الطريقه. اذا بالنسبه للعجينه الاولى انا غنطلقها على شكل حرابل كما كتشوفوا، ها طريفات صغار باش تشكلهم حرابل صغار كما كتشوفوا معايا هنا. هذه الطريقة هذه صافي نشكلهم بهذه الطريقة هذه كما كتشوفوا معايا هنا. يكونوا مقادين هكايا. بالنسبه لهذه المرحله عندكم الاختيار، يمكن لكم تدخلوهم للمجمد او لا تدخلوهم للفرن باش تحصلوا على الشكل اللي بغيتو. انا غنشكلهم هكايا حرابل صغار، غندخلهم الفران ومن بعد غنقطعهم على شكل فقه صغير هكايا. هذا كيجيو هكا ينقادي. صافي كنستمر بهذه الطريقه هذه حتى كنشكلهم حرابل صغار. ومن بعد غنمروا للعجينه الاخرى نفس الشيء.
وبالنسبه للشكل الاخير هو اللي غندلك بالمدلك وغندهنو كما قلت لكم ونزوق بزنجلان. اذا البنات بالنسبه للشكل الاول والثاني ديال اللي نسيتهم بالزعتر وكذلك النافع، فراني درت فيهم حرب الهكايا وقديتهم باش ندخلهم ان شاء الله الفرن، وحتى يطيبوا ما يطيبوش غير يشدوا راسهم مزيان، عاد باش نخرجهم ونقطعهم في قطعات صغارين، عاد باش نرجعهم باش يتحمروا في الفرن. وبالنسبه للشكل الاخير كما كتشوفوا معايا هنا، فانا دلكته تحصلت على شرائح او شرائط بحال هكايا، غنوريكم كيفاش نعمل. انا عملتهم هكايا وغنقطعهم بهذه الطريقه هذه باش يعطيوني هذا الشكل ديال المثلثات. صافي، من بعد غندهنهم بصوص كراميل اللي قلت لكم ذوبتها في بان ماري كما كتشوفوا معايا هنا. فانا غندهن الوجه ديالهم بهذه الطريقه هذه، غير نوريكم شوفوا كيفاش غنزينهم. ومن بعد كنزينهم بالقليل من الزنجلان من الفوق بهذه الطريقه هذه، شوفوا معايا. يمكن لكم تزينوا باي حاجه كتعجبكم، سواء تشيبس او لا مطحون او لا لوز او لا كوكو، المهم بحال هكا بهذه الطريقه هذه. كيكونوا صغارين هكا كيجيو زوينين في الشكل ديالهم بهذه الطريقه هذه كما شفتوا معايا هنا، كيجيو مثلثات صغارين. انا غنستمر بهذه الطريقه حتى نزينهم بالزنجلان، كذلك هاد صوص كراميل. بالنسبة للاخرين كليكم تكبروهم او لا تغروهم باش تحصلوا على الحجم اللي بغيتو ديال المثلثات بالطريقة هادي. كيما شفتو معايا من الافضل انكم دهنوهم بالكامل في نفس الوقت باش تسهل عليكم الخدمه. او ميم طون دهنوهم ب تزوقوهم هكا بالزنجلان كيما شفتوا معايا هنا، حتى تزوقوهم بالكامل وتقطعوهم بمره واحده، عاد باش صافي كنستمر هكايا. كيجي الشكل ديالهم رائع جدا كما شفتوا معايا هنا، كيجيو مثلثات صغارين زوينين بزاف الشكل ديالهم. الطريقة هادي صافي غنوضعهم في واحد الصينية. عندي واحد الطرف ديال العجينة غنوريكم شنو غنعمل بيها، دوك بقاو معايا حتى الاخير. اذا البنات بالنسبه للشكل الاخير كما كتشوفوا معايا هنا، فهنا درت فكره زوينه بزاف انكم تاخذوا ملعقه من بودره الكاكاو، انا درت هاد النوع هذا وغضيفوا ليه القليل من القهوه سواء تاع الذوب او القهوه العاديه اللي ديجا مطبوخه، غضيفوا ليها القليل كذلك قليل من السكر غامل، وغاد توضعوها على العجينه ديالكم بهذه الطريقه هذه. فهذه فكره ذكيه بزاف ورائعه بالنسبه اللي كيبغيو القريشلات الحلوين، فانا كيعجبوني الحلوين اكثر من المالحين، كل واحد والذوق ديالو. دونك بهذه الطريقه هذه، فهاد لوغو زوين بزاف ديال هاد بودره الكاكاو مع القهوه، فيه النسمه ديال القهوه، فيمكن لكم ديروا هذه الفكره ايضا جديده من عندي. صافي ومن بعد كنرويو هكايا بهذه الطريقه هذه، كنجمعوا العجينه ديالنا من الجناب هكايا حتى كتحصلوا على الحجم اللي بغيتو انكم تقطعوه، ما عرفتش كيبان لكم.
كنظن انه بركه، غنقطع هنايا باش يعطيني داك الشكل اللي عجبني، ومن بعد غنكمل نفس الطريقه بالنسبه للباقي ديال العجينه. ومن بعد غتدخلوهم المجمد حتى يجمدوا لكم مزيان، عاد باش تقطعوهم باش تشوفوا الشكل النهائي، الشكل اللي يعجبكم. هكايا انا بغيت نقطع باش نوريكم، ولكن ما غاديش يبان لكم دابا حتى يكون جامد، هذا باش غيبان لكم. اذا بقاو معايا حتى تشوفوا الشكل النهائي ديال هاد القريشات ان شاء الله بعد ما يطيبوا لنا. اذا البنات هكا كيجيو القريشلات ديالنا بعد ما طابوا لينا، كيجيو رائعين جدا في الشكل ديالهم، وكذلك في المذاق فهما روعه جدا. فهادو ديال اللي سميتهم بهادو الحلوين ديال الشوكولا مع بودره الكاكاو مع نسكافي، وهادو ديال الزعتر رائعين في المذاق ديالهم، وهادو ديال الزنجلان على شكل مثلثات كما كتشوفوا معايا هنا، وعندي ايضا هادو ديال النافع كيجيو رائعين جدا في المذاق ديالهم، وكذلك الشكل ديالهم روعه جدا. اذا الى عجبكم لا فيديو ديال اليوم ما تنساوش تخليو لي لايك، وكذلك تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم في مواقع التواصل الاجتماعي. والى اللقاء الى الفيديو المقبل ان شاء الله.